لكن الحارس بالهاني أبعد الكرة. آخر كرة في الشوط الأول سالت العرق البارد للحراشية في هجوم معاكس لجمعية شلف. مليكا يسدد والكرة تأبى الدخول بعدما اصطدمت بالقائم. في الشوط الثاني اتحاد الحراش رمى بكل ثقله إلى الهجوم، فحاول بالعربي في الكرة الأولى وتبعه في ذلك عواد، ثم مخالفة حميدي كاد أن يحولها لامالي إلى هدف السبق لولا استماتة الحارس والدفاع. بالمقابل جمعية شلف لعبت على الهجمات المرتدة والسريعة. مليكا مرر الكرة لبالقابلية الذي مررها بدوره إلى قدور شريف وتسديدته باتجاه الحارس بالهاني. الحراش عادت للضغط ورأسية باعوش كانت تنقصها الدقة. رد شلف كان عن طريق قلب الهجوم قدور شريف في كرة أبعدت للركنية، الركنية التي لم تأتي بالجديد، ليحاول بن عمارة التسديد من بعيد ويرد عليه مريلي بمخالفة مباشرة، رد عليها أيضا مدان في آخر فرصة في المباراة التي انتهت بالتعادل بصفر لمثله.